هذا احد قصور بقشان، شوفوا ما شاء الله. شوف كيف، يا سلام يا سلام. بندخل داخل، خلينا نشوف هذا القصر من الداخل. شوفوا الهندسة المعمارية، شيء عجيب يا جماعة، شيء عجيب والله. شوف الرواق وشوف الشغل، ما شاء الله. شوف عمره 1350 سنة. شوف يا الله، شوف كيف والله تغيب فيه هذا. هنا يغيبك المكان، لكن عجيب عجيب عجيب. يا الله يا الله، شوف هذا القصر الثاني، هذا القصر الثاني. حياتكم شفتوا نفس هذا؟ شوف يا سلام يا سلام. مشاري كيف؟ كيف مشاري؟ شيء خيال. أوه. مكان جميل بكل تفاصيل. شوف طريقة الألوان والمبنى والتصميم، شيء عالمي. هذا مفروض يكون والله أيقونة بصراحة. حرام حرام يعني، للأسف مقفول. بكرة راح يكون مفتوح ولا هل راح يكون مفتوح بكرة؟ بكرة راح يكون مفتوح. والله بنشوف القايمين عليه. شوف القايمين، ضروري ندخل. يا سلام. طبعا بسبب انه شوف المساحة ضيقة هنا، ما تقدر تبدع كثير بالتصوير الارضي، فما في الا تصوير الجوي. شوفوا كيف بالتصوير الجوي، شوفوا كيف كبار. يا اخي كل رحلة يخرب فيها السائق، سائق الباص دائما يخرب عليك الرحلة. يا ابو فلاح جايين يا جماعة. شوفوا جمال المكان، تفاصيل يعني قصر بقشان. شوف التفاصيل، شوف الألوان، يعني ما بس تحفة كذا من بعيد تشوفها أنه ألوان وكذا، لا تفاصيل يعني شيء عجيب شيء عجيب. وترى يعني هذا القصر مثل ما تقول كأنه القصر الرئاسي، لا شوف البيوت، شوف البيوت كلها، شوف البيوت كلها، صح ما ملونة نفس هذا، بس التفاصيل المعمارية هذه التفاصيل البسيطة. شوف كيف يا أخي والله رجعونا كم سنة، يعني كم سنة قدام. تتذكر بيوت أجدادنا؟ أنا لما دخلت المنطقة تذكرت بيت جدتي صراحة، بس طبعا ما نفس هذا، بس أقصد هذا البيوت، هذا البيوت نفس البيوت القديمة عندنا في عمان تقريبا، بس هنا لأنه في الجبل، وفي أماكن في عمان كذا البيوت في الجبل. شوفوا هذا الوادي، هذا وادي دوعن، ترى هذا وادي دوعن، كله امتداد لوادي دوعن. كل القصور فيها زينة غير، لكن هذا شوف قرون الوعل، قرون الوعل. شوف كيف، شوف يا جمال شوف هذا التفاصيل، بصراحة مهتمين في التفاصيل بشكل غير طبيعي. هذا المدخل بس مقفول للأسف، بيحاولوا في المعنيين بالأمر أنه ندخلها باكر بإذن الله. من اللي شفته في اليمن أتوقع أن وادي دوحن هو من أكثر الأماكن أمنا في اليمن حاليا، يعني لا تأثرت بالحروب ولا صار فيها اغتيالات. نسأل الناس هنا يقول الحمد لله ما كان عندنا مشاكل ولا اغتيالات، ما عدا شخص واحد كان يعمل في السلك العسكري وعليه رتبة فتم اغتياله في هذه الفترة، أما خلاف ذلك ما في أي مشاكل. حتى هنا الناس تحسهم قريبين من بعض، يعني بينهم علاقات أسرية كثيرة تربطهم، زواج ما زواج وإلى آخره، وحتى يعني شفنا نسيج جدا مترابط بين الناس هنا ما شاء الله عليهم، وتحس مكان نظيف، مكان مرتب، مكان هادي هادي. حتى الانترنت فيه يعتبر مستقر نوعا ما، صح ضعيف بس مستقر نوعا ما، فمكان جدا رهيب جدا جدا رهيب صراحة. وادي دوعن ما توقعنا أبدا بهذا الجمال، نسمع عنه بس ما توقعنا أبدا بهذا الجمال. ترك وين؟ في التلفزيون. خلاص الحين بتظهر في التلفزيون. كيف حالكم؟ طيبين؟ أنتم من هنا من وادي دوعن؟ ما شاء الله. ها؟ مخالك بقشان. بقشان هذا القصر، انتم محظوظين، انتم محظوظين، اقول لك جيران القصر. ايوه. وعليكم السلام، يا اهلا يا اهلا، حياكم الله. هذا الشباب، هذا على سناب شات، تعرف سناب شات؟ ما قد سمعت عنه؟ صبر يا اخي صبر. هو كيف تعرفه؟ تعرفه ها؟ ما شاء الله عليك.
انا شباب يصور الازهر روح. طبعا قصر بقشان المعلم اللي بناه يسمى بن سباح، تم الانتهاء من هذه التحفة المعمارية في 1 جمادة الأولى من سنة 1286 هجري، تقريبا صار له 158 سنة. شوف التحفة المعمارية، طبعا تحفة معمارية إسلامية بحتة، تزين بلفظ الجلالة وبعض الآيات، فيه أكثر من 28 غرفة تقريبا. تحفة معمارية ما شفت مثلها في حياتي أبدا، لا على التلفاز لا سوشيال ميديا لا على الطبيعة. شوفوا معي. لما أقول لكم مستوى الأمان عالي هنا، جالسين على المطعم، حتى الشباب راحوا ما أدري وين راحوا والله. شباب جالس هنا والأمور طيبة والحياة حلوة وهادية وكل شيء. لا ماشي وين اللي يقول لا ما في أماكن آمنة في اليمن؟ عندك وادي دوعن شيء جميل. حبيبي كيف الطبخة؟ رائعة جدا. طبخة أول مرة تسمع كلها. إيش اسمها؟ هذا مضغوط بالطريقة العمانية. حقيقة أول مرة في حياتي أطعم طبخة عمانية وبأيادي عمانية. حبيب بالعافية بالعافية بالعافية. الله يحفظك يا رب. يا مرحبا رأيك على الوجبة؟ والله شهادتي مجروحة في هذه الأكلة التي أكلتها. إيش قلت قبل شوية؟ شهادتي مجروحة. لا قبل لا صور. قلت يا هلا. وشعارنا سيف. أيوة. أيوة. وشعارنا سيف والخنجر عماني. وشعارنا سيف والخنجر. يا سلام عليكم يا رب. الله. حبيب وإحنا نحبكم. نعم. وهذا الأكلة. زادت الحب أكثر. خلصت الأكلة. خلصت. الحمد لله. بالعافية. الحمد بالعافية. الحمد لله. كيف أنور؟ أنور كيف؟ مرة. حبيب بالعافية بالعافية بالعافية. الحين يبغى لك تروح تنام على طول. أكيد نوم. على طول. يا حكلي تعال تعشى. على فكرة. جاءت هذه الطبخة في توقيت رائع جدا. اليوم خميس ويا بخت من حصل له ونيس. الله على غزاهم. الله الله يلا حكي لي تعال. طاب ليلك يا عريس ويا بخت من حصل له ونيس وطاب ليلك يا عريس. يا سلام. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.